السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله وبصحة جيدة بإذن الله تعالى. اليوم غادي نشارك معكم الكريب بطريقة جيدة وطريقة صحيحة 100% وان شاء الله غادي يصدق لكم وتبعوا الخطوات. دابا غادي ندوزو للمقادير. عندنا جوز زلايف ديال الدقيق الأبيض، عندنا 3 ملاعق ديال الزبدة مذوبة، وعندنا الفاني فانيلا، وعندنا راس معلقة ديال الملح، وجوج بيضات، نصف لتر ديال الحليب، وسكر سنيدة. ندوزو للطريقة. دابا غادي نبداو بجوج بيضات الاولين. غادي ناخدو جوج ملاعق ديال سنيدة او السكر الخشن، غادي نزيدو عليه فانيلا، غادي نحركو ونخلطو تيندمجو مع بعض. دابا غادي نزيدو نصف لتر ديال الحليب ونزيدو عليه قبيصه ديال الملحه ونخلط. غادي نزيدو 3 ملاعق ديال الزبده مذوبه، ونخلطو دابا غادي ندوزو للدقيق. لازم نغربلو الدقيق. ونخلطو الدقيق بشويه. انا هنايا كيبان ليا بلي باقي ما شادش فراسو، يعني باقي سائل، و كنصحكم يعني كل ما انتم كتحركوا زيدوا الدقيق على حسب الخليط حتى يولي على هذا الشكل هذا ثقيل. من بعد نحطوه يرتاح شويه، نحطو مقله باش تسخن ونزيدوا عليها الزبده، ندهنوها بالزبده طبعا، ونخليوها حتى تسخن مزيان، ونبقاو نوضعوا العجين او السائل او اللي بغيتو، يعني كنحطوها تسخن كندهنوها بالزبده تتسخن مزيان على الطريقه هذه كما كتشوفوا. عاد من بعد يمكن لنا نوضعوا الكريب، نوضعوه على هذا الشكل هذا ونوزعوه على المقله. ملي كنحسو به تجمع وتحمر كنعاودو ندوروه. طريقه جد سهله. ها هو كيتحمر من هذه الجهه ومن هذه الجهه، وكنحيدوه كما كتشوفوا. هاي الثانية تحمرت على هاد الجهة وهاد الجهة. انا هنايا خرج ليا ما شاء الله، يعني يقولوا 13 الحبة، 13 الوحدة. وطريقة التحضير يعني كل واحد وكيفاش يقدر يحضر الكريب ديالو. انا درت شوكولا نيوتيلا وجمعته على هذا الشكل هذا. ويعني درت 3 فيهم غير نيوتيلا ومجموعين على هذا الشكل. الثاني حتى هو درت يعني 3 الاخرين درت فيهم نيوتيلا مع البنان.
غادي ندير ثلاثة اخرين بهذاك الشكل. هذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى تكونوا يعني الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشجعوني و